وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فاعل خير، وضيفنا الشيخ عبد الحميد عمر من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أشرف لنا أستاذي، ألف مرة. أهلا وسهلا. إحنا عايزين نتكلم في حلقتنا النهاردة عن جبر الخواطر. يعني سبحان الله كده كده الدنيا هتخلص بينا، فإحنا عايزين يعني نجبر بخواطر بعض، لأن فعلا الدنيا مش مستاهلة، وهو ده اللي هيبقى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وعلى عرشه استوى، أمات وأحيا وأطعم وأسقى وأشبع وأروى. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ولا تقال إلا لك، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. سيدي يا رسول الله، أعلنها على الملأ، بل نعلنها جميعا على الملأ، بأننا نحبك يا رسول الله، أحبك رغم أنني ما رأيت النور من وجهك، ولكني أحبك، أحبك رغم ما أني ما سمعت العزب من صوتك. صحيح أني ما كنت في يوم من الأيام أنس الذي خدمك، ولا أبو بكر الذي صدقك، ولا عمر الذي نصرك، ولا عثمان الذي سندك، ولا علي الذي حفظك، ولكني أحبك. صحيح أني ما حملت لك الزاد في يوم من الأيام إلى باب الغار. صحيح، صحيح أني ما كنت في يوم من الأيام لا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولكني أحبك. صحيح يا سيدي يا رسول الله أني جئت إلى الحياة متأخرة، وما لي في ذلك من حيلة، ولو كان قدوم المرء كما يريد لرجوت تعجيله. أحبك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. جبر الخواطر منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. جبر الخواطر أن تكون ملجأ لمن لجأ. عاش صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته كلها جابرا لخواطر الناس، لأنه رحمة. حينما تحدث عنه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة. ما قال: وما أرسلناك إلا ليصلي الناس، إلا من أجل أن يصلي الناس، مع أن الصلاة ركن، ولا من أجل أن يصوم الناس، مع أن الصيام ركن، ولا من أجل كذا، وإنما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وكان جابرا لخواطر قلوب الناس، جابرا لخواطر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، جابر لخاطر السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، جابر لخاطر أبو لهب، أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه، نزل القرآن بذمه: تبت يدا أبي لهب وتب. فكان صلى الله عليه وآله وسلم جابرا لخاطره. ولذلك لما مات أبو لهب ورؤيا في المنام بعد موته، سئل: ما فعل الله بك؟ كيف حالك مع الله؟ ما صنع الله بك؟ قال: في النار، إلا أنه يخفف عني كل اثنين، وذلك بإرضاع ثويبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإعتاقي لها ثويبة. هذه لما بشرت أبو لهب: ولد لابن أخيك ولد من أجمل أبناء الدنيا ومن أجمل أطفال الحياة، قال لها: ماذا قلت؟ قالت: ولد لعبد الله ولد. قال لها: اذهبي فأنت حرة. ولذلك يقول: يخفف عني كل اثنين، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء، وذلك بإعتاق ثويبة حينما بشرتني بميلاد المصطفى وبإرضاعها له. الإمام ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا كان هذا حال أبو لهب الكافر، جوزي بفرحه ولفرحه ليلة ميلاد النبي، فما بال الموحد من أمة النبي الذي يفرح بميلاد النبي. ولذلك قالوا: إذا كان هذا كافر، إذا كان هذا حال كافر، كافر جاء زمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمده، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بالنبي مسرورا وعاش موحدا. جبر الخواطر أن تكون ملجأ لمن لجأ، جبر الخواطر أن تكون ملاذا لمن استعاذ بك، جبر الخواطر أن تكون مقصودا لكل الناس. جبر الخواطر وجه بشوش، جبر الخواطر كلام طيب، جبر الخواطر قلب
كقلبه صلى الله عليه وآله وسلم وسع الدنيا بأسرها. جبر الخواطر أن تكون مقصدا لمن سأل، جبر الخواطر أن لا يرجع أحد من ساحتك إلا وقد أحس بزيادة أو طمأنينة، جبر الخواطر أن تكون رحمة لكل الناس، بل جبر الخواطر أن يطمع فيك كل الناس. الله جل وعلا جابر للخواطر، الله جابر للخواطر، الله يسعى في رضا العباد. فاسعى أنت أيها العبد في رضا ربك بالبذل والصدقة والإنفاق والعطاء وتفريج الكروب وتنفيس الهموم وقضاء الديون، يسعى ربك في رضاك. كل الله كما يريد، يكن لك ربك كما تريد. فإن كنت في حال الضعف، وإن كنت في حال الفقر، وإن كنت في حال الذل، فلا تخف، فأنت دائما وأبدا أقرب إلى عطاء الله، لأننا دائما وأبدا نسأل الله جل وعلا بضعفنا، ونسأله بذلنا، ونسأله بفقرنا، حتى يمن علينا سبحانه جل وعلا بعفوه ورحمته. فأقرب الناس إلى جلال الله هم أضعف الناس تحت قدر الله. المسافر لا يخيب له دعاء، المريض لا يخيب له رجاء. ولذلك أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، المريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يرجع، ودعوة المظلوم. الله تبارك وتعالى يرفعها إلى السماوات العلى ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. جبر الخواطر، دع الله تبارك وتعالى يدبر لك. لا تتعجل أبدا على تدبير الله بتدبير من عندك، لأنك قد تفسد لنفسك التدبير. الله تبارك وتعالى علمنا في شخص حضرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا سكن هذا القلب في هذا القالب، إذا سكن هذا القلب في محل الرضا، أفاض عليه ربه بالرضا فأرضاه بكل شيء، وأرضاه عن كل شيء، وجعله راضيا بكل شيء. الرجل الكبير الذي شاب شعره وانحنى ظهره وضعفت قوته، ومع ذلك يتمنى الولد، حينما يرفع يده إلى ربه ويسجد لله سجدة، فيسيل على التراب دمعه، فيطلع الله على ما في قلبه فيعطيه مناه قبل أن يرفع يده. جبر الخواطر أن تكون دائما وأبدا في كل حركاتك وسكناتك مع الله. ربنا يكبر خاطرنا جميعا يا رب. نشوف مع مشاهدينا أول تقرير ونرجع نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. هذا المسجد مبني بالحوائط، لكن غير مسوف، مفهوش سقف، مفهوش بلاط، مفهوش فرش، مفهوش غفاء، ولا أي إمكانيات. الناس هنا بقول لهم انتوا بتصلوا هنا، قالوا احنا بنصلي الأوقات، لكن الجمعة بنروح نصلي مواصلة وساعات 2 كيلو وثلاثة كيلو على ما يصلي الجمعة. ده اللي يقدر، واللي ما يقدرش اهو بيقعد، وربنا سبحانه وتعالى بيحفظ. يا أهل الخير، عايزين نصب المسجد. المسجد احنا بيننا وبين القرية 3 كيلو، ما كناش نركب مواصلة واثنين، ما كانش متسوق لي معانا توك توك عربية، ما كناش نطلع برا، ما ينفع. بنصلي هنا، بنصلي زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنطلب من اهل الخير انهم يرفقوا بحالتنا وبحالة المسجد ده. بيننا وبين المسجد 3 كيلو، ما كناش نركب مواصلة، ما بنروحش نصلي، فبنضطر نصلي هنا في السمس وفي النطرة وفي الهواء وفي كل حال. فربنا تبارك وتعالى زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لو بنيت حتى ولو رجل عصفورة مكان تصلي فيه العصفورة، ربنا تبارك وتعالى يبني لك بيت في الجنة.
الله يا رب العالمين. انا ببشركم مؤسسة فعل الخير، احنا دلوقتي معاك هنصلي الظهر معاكم في المسجد زي ما هو كده باذن الله تعالى. المره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين هنصلي في المسجد ده وهو كامل. كده احنا بنصلي في الجامع، في كده ما فيش سقف ولا محاره ولا صبه ولا اي حاجه، ولا بنصلي على الارض كده وعايزين كده تقفوا معانا كده وقفه خير باذن الله، وربنا يستعين من عندكم انتوا كده باذن الله. الله اكبر الله اكبر. عايزين بقى نعرف يعني المسجد محتاج ايه. هو طبعا واضح ان هو مجرد اربع حيطان. دول اهالينا في بني سويف، المسجد ده في بني سويف، مسجد رياض الصالحين في بني سويف. الصوره ابلغ من كل كلام الدنيا طبعا. المسجد لا فيه فرش ولا فيه دوره ميه، الناس بتصلي على الارض. احنا عايزين نساعد الناس دي ان هي تؤدي الفريضه، احنا عايزين نساعد الناس دي ان هم يكونوا على علاقه بربنا. من النهاردة اللي هيمد إيده لمؤسسة فعل الخير، الأرقام موجودة على الشاشة. من النهاردة اللي يقول المسجد دي الفرش بتاع المسجد دي علي، البلاط بتاع المسجد علي، السقف بتاع المسجد دي هيحتاج حديد قد إيه، 5 طن حديد، طب أنا هتبرع بالحديد بتاع المسجد. إنسان تاني وفي ذلك دي المنافسة الحقيقية، المنافسة الحقيقية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون. من النهاردة اللي قلت بالرمل والزلط علي، طب مين اللي هيتصل بنا يقول لي انت بالاسمنت ده علي؟ مين اللي هيتصل بنا ويقول لنا المسجد انا متكفل بهذا المسجد؟ النهارده لما بنتكلم على بعض الناس بيكلمونا، يا عم الشيخ انت بتكلمنا عن 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 عن, عن صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وعن كرم الصحابه، الصحابه تعلموا الكرم من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبتكلمنا عن سيدنا النبي، طب ما ده طبيعي. أو لا، ده فيه الناس في الخير موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، الخير موجود فينا، بس إحنا عايزين نعرف نطلع الخير ده إزاي. الخير موجود في الناس، والناس اللي بيعمل الصدقة دي أو اللي بيعمل المساجد دي، الناس دي بتعيش في حياة الناس إلى يوم القيامة. يعني ناس كتير، لما أنا لا أدري إن كان الإنسان يضرب مثل بـ 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 المهندس محمود العربي، القريه بتاع المهندس محمود العربي رحمه الله عليه قريبه من قريه، شوف العلاج اللي كان عايز يلاقي علاج موجود، اللي يلاقي عايز كراتين اطعام طعام، كل ما يحتاج اليه الانسان كان بيبقى موجود. الراجل لما جه المهندس محمود العربي لما جه يموت ما ماتش في مات كجسد، ولكنه ما زال موجود في قلوب الناس لانه تاجر مع الله تجاره حقيقيه. الناس حتى اللي ما لم يسعده الحظ بان جلس معاه لما مات بقى يدعي له، وما زال الدعاء موجود وسيظل موجود الى يوم القيامه، لانه تاجر مع الله. دي التجاره الحقيقيه مع الله، تجاره حقيقيه، تاجر مع الله فاربحه الله، زرع لله فنمى الله له زرعه، وغرس لله فنمى الله له غرسه، وأعطى لله فبارك الله تبارك وتعالى له في عطائه. المهندس محمود العربي لما اشتغل الشغل الحقيقي مع ربنا المال بتاعه منقص، المال بتاعه منقص، بل المال في زيادة وسيظل بإذن الله في زيادة إلى يوم القيامة. أراد ما عند الله فأعطاه الله مناه، الحقيقة أراد ما عند الله فأعطاه الله مناه، عمل لله فعملت له الدنيا، خدم لله فخدم الله له الحياة. هذه الحقيقة. علم علم اليقين لما عمل للآخرة سعت وراءه الدنيا، عمل للآخرة سعت وراءه الدنيا، فهو يعلم علم اليقين أن له في هذه الدنيا رزق، إن فر هو من رزقه، هو كان يعلم كل هذه الأشياء كنا نسمعه، له في الدنيا رزق، إن فر منه فر إليه، وله عند الله رزق إذا طلبه سعى إليه. النهاردة الخير بيجينا، النهاردة الخير بيجينا لحدنا، الخير بيخش علينا بيوتنا، الخير بيخش علينا الغرف الخاصة بنا النهاردة، ومع ذلك اللي ربنا مش موفق كل الناس للصدقة. ده لما ربنا يوفقك للصدقة ده دليل المحبة الحقيقية. المحبة الحقيقية إن ربنا بيوفقك للصدقة. فيه 6 مليار موجودين على محيط الكرة الأرضية، إن ربنا يختصك أنت،
انك تقول المسجد ده انا هجيب الحديد بتاعه، المسجد ده طب دورة المية علي، المسجد ده السباكة بتاعته علي، المسجد ده البلاط بتاع المسجد علي، الفرش بتاع المسجد، طب محارة المسجد، كلنا نمد ايدنا في ايد بعضنا في ايد مؤسسة فعل الخير. الارقام موجود، الارقام موجود، اغنى الاغنياء، قال علمونا اغنى الاغنياء ولا يوفقه الله للخير. سبحان الله، ربنا لا يعافينا ويجعلنا كده من اللي نشتغل عند ربنا، والله ما استخدمنا ولا تستبدلنا. ونشوف تقرير لمؤسسة فاعل خير وهنرجع نعلق عليه. اللهم اجعلنا من الميسرين يا رب العالمين. ست ولاء، ست مطلقة وهي في بداية حياتها وعندها أربع بنات، أربع بنات صغيرين. بيت من غير مية يبقى مش بيت، حياة من غير مية ما تبقاش حياة. مين اللي هيقول العيال اللي هم زي اليتامى دول المية بتاعتهم عليه والسقف كمان؟ يعني ده مفيش حتى شعشيب عشان حاجة تقف عليه، يعني الشمس في قلب البيت والهواء في قلب البيت والمطر في قلب البيت. محتاجة سقف ضروري، يعني ضروري عشان خاطر أقعد براحتي أنا وبناتي، لأن هم بنات لازم يبقى قاعدين براحتهم. طب والمية بتشربي منين؟ بشرب من عند أهلي، من عند أبويا، فمحتاجة وصلة مية، ومحتاجة إن أنا أعمل سقف وأحط بيبان على البيت. من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسرها الله عليه. يعني ولاء وبناتها ما عندهمش سقف، ما عندهمش باب على البيت، ما عندهمش وصلة مية. ساهموا يا أهل الله، يا أهل الخير، ساهموا عشان الست دي تعيش مع أولادها عيشة كريمة. المؤمنون إخوة، اللي معاه يدي اللي معاهوش. اللي هيجيب وصلة المية للست دي وهي عيالها بيشربهم هيدعوا لها، وهم بيفطروا على المية هيدعوا له، وهم بيصحرهم ويشربوا من المية هيدعوا له، لما يرتاحوا وينسك عليهم باب العيال دولت يدعوا له. الست دي دعوتها مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. شفنا طبعا التقرير وشفنا حالة الأسرة وهم محتاجين حاجات كتير. دي أحوال اليتامى دي. دي أحوال اليتامى اللي بنقول دايما وأبدا لازم كل إنسان عنده اتصال بالله إن يبص لأحوال هؤلاء الناس. سيدنا عمر لما شاف ابنه في يوم العيد بيبكي فبكى سيدنا عمر، قال له ما الذي أبكاك يا أبتاه؟ قال أخاف يا ولدي أخاف يا ولدي أن ينكسر قلبك في يوم العيد إذا ما رآك الصبيان وأنت ابن أمير المؤمنين وأنت بهذه الثياب الخارقة المرقعة. قال لا يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من حرمه الله رضاه. القلب الحقيقي مش اللي اللبس أبدا، مش اللبس، إنما ينكسر قلب من حرمه الله رضاه. وعق أمه وأباه ولم يرضى أبدا بقضاء الله، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني ورضا رسول الله، فليس العيد يا أبتاه لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن حسناته تزيد وخيراته تفيد القريبة والبعيد والشقية والسعيد. هذا إذا بكى الطفل هذا إذا بكى اهتز له عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز لبكاء طفل، لبكاء أم، لبكاء أرملة فقدت العائل فأصبحت بلا عائل، وفقدت الراعي فأصبحت بلا راعي. حينما يبكي الطفل الله تبارك وتعالى يقول الملائكة أشهدكم يا ملائكتي أن من يضحك هذا أغفر له ما تقدم من ذنب. النهاردة الست دي محتاجة سقف، والشتاء داخل ومعها بنات وأرملة
معرضة لكل شيء، لكل أذية. أنت لما تستر هؤلاء الناس ربنا هيسترك في الدنيا وربنا هيسترك في الآخرة. أنت لما تجيب وصلة مية لهؤلاء الناس وندخل لهم وصلة مية، يبقى الست دي ست وعندها بنات، تبقى ما ينفعش تروح تخبط بالليل على حد. طب ما ينفعش بالليل تخرج من بيتها. طب لو المية خلصت والبنات دي عايزة تشرب تروح فين الست؟ والأولاد دول يقولوا إيه؟ وإحنا نقول لربنا يوم القيامة إيه؟ المفروض إحنا وفي ذلك فليتنافس المفروض نتنافس في فعل الخير ونتنافس في عمل الصدقة، لأن الصدقة وفعل الخير دليل على المحبة الحقيقية ودليل على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يختم لك بخاتمة السعادة في الدنيا والآخرة. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومؤسسة دفاع الخير. احنا عايزين كده نقول لكل المشاهدين اللي بيسألوا على أسعار وصلة المية، أسعار الأبار، النخل، وطبعا أرقام تليفون مؤسسة دفاع الخير موجودة على الشاشة عشان أي حد حابب ان هو يتواصل معهم لأي فعل خير. أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، ودايما دائما وأبدا بنقول ان وصلة المية بتتكلف 3000 جنيه، ودي مدعومة شبه دعم كلي من الدولة، لأن الدولة جابت الخزانات والدولة عملت البنى التحتية، ودي تكلفة الوصلة اللي انت هتوصلها من بيتك للمصورة اللي قدام البيت بالعداد. المفروض احنا كمواطن المفروض انا اتحمل هذا الامر. فيه مواطنين ما عندهمش، فالمؤسسة وانا وانت بنحط ايدينا في ايد بعضنا عشان نوصل مال الناس ونوصل مال المحتاج. تكلفة البير 30000 جنيه، قلنا البير احنا قلنا وصل المية 3000 جنيه، البير 30000 جنيه. البير بقى سواء بير تخزيني أو ارتوازي، بمطور، بسباكتو، بخزان 1000 لتر، بالسيراميك بتاعه، بالمباني بتاعه، بفلتر، ثلاث مراحل، كل شيء، بحيث انه يخرج لك مية نظيفة لما تشربها تشكر ربنا وتحمده على هذه النعمة، وتشكر الإنسان اللي كان سبب في وصول هذا الخير إليك. لأن من لم يشكر الخلق لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فإحنا الناس اللي بتقف معانا وبتمد إيدها في إيدنا، إحنا بنقول لهم كتر خيركم إن أنتم بتاخدونا سويا عشان نخش جميعا الجنة بتاعت ربنا وننستر جميعا في الدنيا والآخرة. قلنا صك النخيل 5000 جنيه، صك النخيل البرحي أو المجدول، بنجيب نخلة بنزرعها في خلال 3 سنين بناخد منها، بتفضل هكذا وهكذا إلى يوم القيامة، ومنها اطعام طعام ومنها صدقه. وبتدر على الانسان حسنات كتير لك. احنا ليه غافلين عن هذه الحسنات؟ قلنا السهم في الاسقف اللي احنا شايفينها دي، الناس اللي عايزه اسقف 5000 جنيه، السهم في اعمار المسجد 5000 جنيه، كلها اشياء. قلنا الخير بيجينا لحد البيت بتاعنا، وقلنا العمليه دليل على المحبه، المتصدق ده دليل على ان ربنا بيحبه، دليل على ان الله تبارك وتعالى يريد ان يختم له بخاتمه السعاده في الدنيا والاخره. المتصدق من خيار الناس، المتصدق دليل، الصدقة دليل على الإيمان الحقيقي. وقلنا ربنا قال في القرآن الآية الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها يوم الدين، ولا فيه حساب، ولا فيه عذاب، ولا فيه جنة، ولا فيه نار، أنا هتصدق ليه؟ إذا ما كانش فيه جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا حاجة، لا ده أنا خلي فلوس معاه. في المقابل بقى الإنسان المؤمن اللي عارف إن فيه ساحة عرض وفيه كروب في يوم القيامة، هو عايز ينجي نفسه من هذه الكروب بتاع يوم القيامة، عايز يستظل، عارف ان الشمس اللي ما بينك ومنها 40 مليون ميل، مش هيبقى ما بينك ومنها غير ميل واحد. أيوة. هتروح فين من حرارتها؟ ما فيش ظل في يوم القيامة الا ظل الصادقة وظل الاعمال الصالحة. فانت ليه حارم نفسك من هذا الظل؟ انت هتقف 50000 سنة ساعة واحدة تزيب الجسم من حرارتها، فكيف بمن سيقف في يوم القيامة كله؟ أفيق يرحمكم الله. قلنا الصدقات والبذل والعطاءات بتورث صاحبها الغرف العطرة في الجنة. قلنا دائما وأبدا إن المقصر في العطاءات بيحرم أعلى الدرجات. وقلنا الدرجة في الجنة الإنسان بينتقل من درجة إلى درجة بسبب كلمة طيبة، كلمة تقولها فتحيي بها إنسان. قلنا إن اللي يجبر خواطر الناس ربنا يجبر خاطره في الدنيا والآخرة. نشوف تقرير خير ونرجع نعلق عليه. الله أكبر الله أكبر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا المسجد ما
موجود في هذا التجمع، وللأسف الشديد ما فيهوش مية. ده ما يحين وقت الصلاة يرجع الناس إلى بيوتهم بدون صلاة. يعني ما فيش مية عندنا هنا خالص. يعني إحنا عشان نصلي في الجامع لازم الواحد بيروح لأي قرية، أقرب قرية عندنا هنا حوالي 4 كيلو. مين مننا مش عايز الملائكة تدعي له كل يوم؟ كل يوم الملائكة تنزل من السماء العلى إلى الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان فيقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. كل من ينفق يوسع الله تبارك وتعالى عليه. وانت شايفين يعني المسجد ده ولا جنبيه يعني مية ولا عنده حاجة يعني ولا فرش، وشفت يعني تراب حتى الأرضية يعني اسمنت ما فيها. لازم عايزين بلاط، والحمامات زي ما انتم شايفين ده لازم الواحد يمشي للبيت، يمكن يبقى جاي من مكان بعيد يعني، ولا بصير فيش مية يعني يتوضا. ونحن في هذا المسجد محتاجين للماء، محتاجين الدورات المية، محتاجين لكل حاجة. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم، لا ماء فيه. يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة. هذا يسمى مسجد. دورة المية ما فيهاش أي كماليات، كما إنه كمان محتاج بير المية اللي هو ما هواش موجود. الله أكبر الله أكبر. شفنا طبعا التقرير، ومن ضمن أنشطة مؤسسة فاعل خير هو إنشاء المساجد أو إعادة بناء المساجد أو ترميم المساجد، أو بقى زي ما شفنا طبعا في مرسى مطروح بتبقى في مساجد كتير محتاجة جنبها كمان بير مية لخدمة المسجد. هي هم دول أهلنا في مطروح اللي محتاجين مياه، وبنقول محتاجين مياه بنقول محتاجين حياه، مش محتاجين مياه، محتاجين حياه حقيقيه. لان المكان الذي لا توجد به مياه هو مكان ميت ومعدوم الحياه حتى وان سكنه الاحياء. لانه بعد يوم ولا بعد اثنين النهارده احنا 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 محتاجين اغلبيه اللي احنا عملنا حمله بيت ال 500 بير في مطروح، بفضل الله عملنا منهم 300 بير. ال 200 بير دول احنا عايزين في خلال الفتره اللي جايه، فتره التخزين الحقيقي بتبقى في الشتاء، مش عايزين نسكت. الناس عايزه تخزن، لان في الشتاء هناك بيبقى في نظام سيول، والناس بتنبسط بالابار دي جامد. ابار المساجد بيبقى منها الناس بتشرب منها، والناس بتتوضى منها، والناس بتصلي بسببها. فانت بتعمل صدقه دائمه، صدقه بتدر عليك حسنات الى يوم القيامه. ما شديت واحد 10 جنيه وخلاص والعمليه انتهت، لا، ده الصدقه اللي زي دي بتفضل تدر عليك حسنات الى يوم القيامه. وقلنا ان المتصدق ده من خيار الناس، ده من خيار ناس ربنا بيحبه. وقلنا ان في ناس كتير معاها فلوس وربنا مش موفقها لفعل الخير، وتجد ان افقر الفقراء تجده بفعل الخير وبالبذل والعطاء. طب ازاي يبقى فقير ويبذل؟ الله تبارك وتعالى لا يريد منك الا النيه، ولذلك قال ربنا: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص. طب الإنسان الفقير، قال علماؤنا: حتى لا يتعلل ضعيف يوم القيامة بضعف قوته. لأن الناس لما تشوف أصحاب الصدقات وأصحاب العطاءات والناس اللي فرجوا عن الدنيا والجزاء بتاعهم في الآخرة، يقولوا: يا رب أنت مدتناش مال، إحنا كنا عايزين نصل إلى هذه الدرجة، عايزين نصل إلى الدرجة العليا. فربنا يقول لهم: ده انتوا لو عندكم نية حقيقية في البذل، واي انسان عنده نية في البذل والعطاء ربنا هيديله المال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: انما الاعمال بالنيات. فربنا يقول: من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه. ليس لك مع الله الا صدق نية. قال علماؤنا: اجعل عملك مع الله دائما وابدا بصدق النية، ودع لربك يكمل عنك البقية. قالوا: العقل ملك لله مش ملكك، يسيره، والبدن ملك لله يسخره. الذي هدى قلبك هو الله، والذي أرسل إليك الأنبياء هو الله، وليس لك إلا صدق نية مع الله. اجعل دائما عملك مع مولاك بصدق نية، الله تبارك وتعالى يعطيك حسنات إلى يوم القيامة. قال علماؤنا: حتى لا يتعلل ضعيف في يوم القيامة بضعف قوته، وحتى لا يحتج فقير بضيق يده. فالله تبارك وتعالى قبل منك النيات وأثابك عليها عظيم الحسنات، لأنه بك رؤوف الرحيم، خلقك فسواك، وعلى موائد كرمه رباك. فإذا وقفت على باب ربك بذل العبودية تلقاك ربك
بعز الربوبية. نشوف آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع نعلق عليه. داووا مرضاكم بالصدقة، فمن كان عنده مريض يريد أن يشفيه الله تعالى فليساهم معنا في حملة الآبار في مطروح. محتاجين مية، ما عندناش مية خالص، وعندنا الجامع كما تتلقوا فيها لحذيهم مية، ولا الخلق لقي وين تصلي، توظف البيوت وجو صلوا هن، واللي يجي من غير وضو ما يصليش يرد على البيت أخر. احنا محتاجين مية للمسجد يعني ان شاء الله، ونتبرع يعني مية المسجد، ما فيش مية خالص المسجد، اللي يتوضى يعني ما لاش مية خالص المسجد. ومن كان عنده مرض عضال عجزت الأطباء عن دوائه فليتصدق وسيشفيه الله سبحانه وتعالى. أحيانا يعني ناس عاوزة تشرب مية، عاوزة تتوضع، عاوزة يعني فهي محتاجة يعني صراحة. تجمع كبير بالكل يعني، أنا مواجه تيجي المسجد هنا ما فيش مية خلاص، ليجي المسجد ما يلاش مية. إن شاء الله واللي يتبرع جزاه الله خيرا يعني إن شاء الله. على الطريق الدولي محتاجين هنا بير، وبير كبير عشان نقدر يعني يتوضى منه أهل المسجد ويشرب منه أهل المسجد، ويمكن يشرب منه أهل التجمع إن شاء الله لو عملنا بير كبير. يمكن اللي هيعمل بير هنا كل عابر السبيل هيكون موجود فيه وهيشرب منه، وزي ما حضراتكم شايفين جنبه مركز شباب وجنبه مدرسة، يعني هنا تقريبا كل حاجة متوفرة إلا منبع الحياة. احنا طبعا شفنا التقرير والمسجد محتاج بير مية جنبه، دول اهلنا في مطروح، والمسجد ده محتاج بير مية، محتاج حياة، محتاج ان الناس تتوضى، يعني اقل شيء، اقل متطلبات الحياة الصدقة الحقيقية اللي هتدر على الانسان حسنات الى يوم القيامة. سيدنا يحيى لما اعطى ابن نبي الله زكريا، لما اعطى قومه وصية كان دائما وابدا يقول لهم اوصيكم بالصدقة الا تدعوها في ليل ولا نهار. سيدنا يحيى، فإن مثل ذلك هذه الوصية نحن تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الوصية لسيدنا يحيى ابن نبي الله زكريا، ولكننا تعلمناها من رسول الله أوصيكم بالصدقة ألا تدعوها في ليل ولا نهار. فإن مثل ذلك كمثل قوم أسره العدو، فلما أخذوه وشدوا يده إلى عنقه وشعر لا محالة أنه سيقتل، قال لهم دعوني وأنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، فيقول النبي ففدى نفسه منهم بالقليل والكثير. أنت عايز تفدي نفسك، أنت عايز تفدي تجارتك، أنت عايز تفدي زوجتك، عايز تفدي أولادك من المشاكل اللي كل يوم ده يضرب ده وده يعمل دي، أنت عايز تفدي حياتك، أنت عايز تعيش في أمان، عليك بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. حصنوا أموالكم، اجعلوها داخل حصن، المال بتاعك لما يضيع أنت المسؤول عن ضياعه، اجعلوها داخل حصن. ان النهارده معنى اجعلوها داخل حصن يعني مكان امين، مكان تحفظ فيه الاموال. انت النهارده لما تسيب الاموال بتاعك في الشارع تيجي تسال عنها، ما امر طبيعي ان هتضيع، امر طبيعي تسيب سيارتك في مكان مقطوع، امر طبيعي انك هتيجي مش هتلاقيه. فالنهارده الواحد بينا خايف على سيارته بيضعها في المكان الفلان، خايف على ماله بيضعه في المكان الفلان. فسيدنا النبي قال حصنوا، اجعلوها داخل حصن. احنا ليه مش عايزين نحصن ما العائد الذي عاد على الانسان من البخل؟ الخير موجود في امه النبي عليه الصلاه والسلام، وامه النبي عليه الصلاه والسلام عارفه ان في حساب، وامه النبي عارفه ان الحياه دي لا يخلد فيها احد. افضل ما قاله ابو العتاهيه بعد كلام الله جل وعلا، جئنا الى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشيه، جئنا الى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشيه، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافيه، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور أنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام عمرك والليالي باقية. ربنا يكتب لنا الجنة والفردوس على جميعا يا رب. وبشكر حضرتك في نهاية الحلقة، شكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعايه